أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز، تاريخ 22/10/2019. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أي أرقام اقتصادية مؤثرة على الفرنك السويسري. أما من الناحية التقنية، نلاحظ أن الأسعار خلال الفترة الآسيوية تداولت أعلى المستوى 98.5، تتداول حاليا اعلى المستوى 98.60، وهو ما يعطي نظره ايجابيه لحركه الاسعار للوصول الى مستويات ال 98.80. كسر مستوى ال 98.90 يعزز النظره الايجابيه للوصول الى مستوى ال 99.10 تقريبا. فقط تداولات اقل من المستوى 98.50 تغير النظره الايجابيه الى سلبيه للوصول بالاسعار الى مستوى ال 98.30، وكسر مستوى ال 98.20 يعزز النظره السلبيه للوصول بالاسعار الى مستوى ال 98 تقريبا. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز، شكرا لحسن المتابعة.